مرحبا. اليوم الثاني 27 كانون الثاني 2014، ببداية أسبوع جديد ومنتمناها خير على الجميع، وأكيد حلقات جديدة من برنامج أخبار صباح. اليوم بحلقتنا باليرموك أطفال عم بتموت من الجوع والجفاف والمجتمع الدولي عم بيتفرج. رواية لم تكن إموزار ولكنها كانت للكاتب عمر سعيد شبلي، من المعتقلين بالسجون السورية والعربية مع آخر الإصدارات الفكرية، وزملتنا مريم الحاج. لننتقل من بعدها ونتابع أسبوع لبنان في المملكة العربية السعودية جدة، وتفاصيل أكثر عنه مع ضيفنا لليوم الأستاذ إلي رزق، رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية السعودية. ومن المفروض أنه أول حلقتنا تبدأ مع أخبار الطقس، وكنا رح نسترسل يمكن بالحديث لأنه عن جد بلشت تشتي وبدها شوية زلغوطة، بس نقطع الخط أكيد نرجع بناخده خلال الحلقة. رح ننتقل مباشرة عند بيارات والأخبار السياسية. صباح الخير. صباح الخير لك جوال ولكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا اليوم الاثنين بداية الأسبوع، وطبعا عناوين الصحف بتكون كتيرة ودسمة. خلينا نعمل جولة. بس بما انه جهز اتصالنا هلا مع مصلحه الارصاد الجويه بننتقل مباشره، والاستاذ عصام حلاوي معنا على الخط ليعطينا تفاصيل اكثر عن طقس بدايه هالاسبوع. صباح الخير استاذ عصام. اهلا، صباح النور. كيفك، ماشي الحال؟ الحمد لله، الله يسلمكم. تفضل، كيف رح بيكون الطقس بدايه هالاسبوع؟ اليوم بيكون غائم جزئيا الى غائم. نعم. مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحراره وتساقط امطار متفرقه ومتقطعه. تشتد نسبيا ليلا، تصحبها بعض العواصف الرعدية. نعم. تساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. نعم. غدا الثلاثاء غائم جزئيا مع رياح ناشطة وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة ومتقطعة، تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية. يعني سقوط الامطار، تساقط الامطار، عفوا، لامتى رح يستمر؟ يستمر لنهار الاربعاء، يعني الاربعاء ما بعوض في شيء، بصير قليل غيوم مع ارتفاع بسيط بدرجه الحراره. نعم، يعني عندنا ثلاث ايام شتاء ودرجات الحراره خلينا نقول يعني رح بتكون تقريبا كلها قريبه من بعضها، ما رح يكون في فعلا يعني درجات حراره فارق كبير فيها. اي نعم. نعم، شكرا لك استاذ عصام، بنتمنى لك بدايه اسبوع حلوه. جولتنا على الصحف منبلش هلا، والبدايه مع عناوين صحيفه النهار. جنيف 2 امام اختبار حمص القديمه اليوم، وهجوم نظامي للتشكيك في تمثيل وفد الائتلاف، الوفدان يقدمان رؤيتهما للحل السياسي اليوم. ازمه التاليف الحكومي تصطدم بتعنت عون، وايام قليله تسبق حكومه امر واقع. افتتاحيه النهار لليوم بألم نيلة توين حملت عنوان حقائب سياديه أم سيادة الدولة؟ مواجهات دامية في ذكرى 25 يناير، ومنصور قرر الانتخابات الرئاسية أولا. ضمن المحليات الذكرى السادسة لغياب الرائد وسام عيد. اللاجئون السوريون على عتبة 900 ألف. بأخبار مدنيات، شباب تريبولي ينتجون فيلمهم القصير الأول، وختاما طفل رضيع على رصيف طرابلس. من صحيفة النهار إلى صحيفة السفير إلى حكومة الأمر الواقع مجددا، عقدة المداورة تنتظر نجدة هيل. هدنة حمص تتقدم بحذر، والإبراهيمي يبحث عن أي التقاء. لغم جنيف 1 هل ينفجر اليوم؟ تونس تعبر إلى خواتيم المرحلة الانتقالية، إعلان الحكومة والتصويت على الدستور. ثورة مصر 3 أعوام، وختاما مغناطيس كاري. إلى صحيفة الحياة وبأبرز عناوين اليوم، مصر بدء إجراءات الرئاسيات وترقب لمنافسي السيسي. هجوم بالقذائف يقتل جنودا في سيناء، وارتفاع حصيلة ضحايا ذكرى الثورة. إغلاق شبه كامل لسفارة مصر في ليبيا، والحدود بين البلدين مقفلة حتى إشعار آخر. واشنطن تطلب من موسكو عدم ترشح الأسد، الإبراهيمي مسرور ويأمل ببدء المحادثات السياسية، و75 شخصا قضوا جراء حصار مخيم اليرموك. المعارضة الأوكرانية ترى سما في اقتراح الرئيس، تشييع شاب بيلاروسي قتل في احتجاجات كييف. مسلحون يسيطرون على سد جنوب الفلوجة، وداعش يأسر 5 جنود ويطوف بهم في شوارعها. وختاما مقالة غسان شربل لليوم حملت عنوان هذه مجازفة كبيرة.
بأبرز عناوين صحيفة المستقبل، سليمان للمستقبل، الحيادية إذا فشلت الثلاث تمانيت. أكد أن السلام ينتظر الجواب النهائي من 8 آذار ولن ننتظر أكثر. صقيع النزوح، والصورة اللي عم نشوفها هي لأم خليل وبنتها، والحطب هو ثالث مرافق تنقول مع هالأم وبنتها، والمعاناة طبعا اللي عم بيعانوا منها كل النازحين السوريين. بالعناوين الأخرى بصحيفة المستقبل، المعارضة لا تثق بالنظام وتطالب بضمانات دورية. الإبراهيمي يعلن أن دمشق سمحت للنساء والأطفال بمغادرة وسط حمص. مصر، الانتخابات الرئاسية أولا، مقتل 4 جنود في سيناء، وبيت المقدس تتبنى إسقاط مروحية. وختاما بصحيفة المستقبل، المحكمة الدولية على مرأى من العالم. من المستقبل إلى عناوين الأنوار، التلويح بحكومة بمن حضر إذ لم يتم الاتفاق خلال الأسبوع الحالي. وفد المعارضة يعلن أسماء 47 ألف معتقل سوري ويستعد لبحث الشق السياسي مع الوفد الحكومي. السيسي يشارك بتشييع شهداء من الجيش، والقاهرة تشهد تظاهرات مؤيدة له. القاهرة تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية أولا. الإمارات تعلن أن صحة رئيسها مطمئنة بعد العملية الجراحية. عشرات القتلى والجرحى بتفجيرات في العراق، والحكومة تحشد للهجوم على الفلوجة. وختاما بالأنوار، صنعاء تؤكد العثور على جثة إيراني مخطوف وطهران تنفي. من الأنوار إلى صحيفة اللواء، خطة عون عرقلت الحكومة والهدف الرئاسة أولا. حزب الله يقترب من اليأس، وبسيل النفط حقيبة تحمي المسيحيين. الإبراهيمي يحدث خرقا إنسانيا، إخراج النساء والأطفال من حمص. النظام ينفتح على مناقشة المرحلة الانتقالية، واشتباكات على أطراف دمشق. المواجهة مع الإخوان، الرئاسة أولا والسيسي. سيناء ساحة حرب، وبيت المقدس تتبنى إسقاط مروحية. وختاما باللواء، باريس على خطى الربيع العربي، هولاند ارحل. إلى صحيفة البلد والعنوان العريض لليوم، الحكومة بانتظار حل عقدة الطاقة أو بمن حضر. ألين لحود، صوت لبناني يسحر فرنسا. منصور، الانتخابات الرئاسية أولا. اللبنانيون يريدون مداورة استثنائية بحكومة شاملة. بيت الغابة في بكاسين يكسر الركود الاقتصادي. الاقتصاد بات قادرا أكثر على استيعاب التفجيرات. السيد حسين للبلد يطعنون لأسباب سياسية. وختاما الصورة اللي عم نشوفها حملة عنوان الحل الإنساني يتقدم، وصورة طبعا من حمص والدمار الشامل يلي ألحق بها المدينة. من صحيفة البلد إلى ترجمة لأبرز ما عنونته صحيفة The Daily Star لليوم، وبعنوينة سليمان يدعم حكومة حيادية بحال فشلت المحادثات. المحادثات حول سوريا تقدم عرض حل لحصار حمص. وختاما، مصر تدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة مع انتشار أعمال العنف. أما بصحيفة لوريان لجور وبترجمة لأبرز عناوين اليوم، أطفال ونساء حمص يخطفون أنفسهم. إذا ما أراده فعلا الغرب هو رأس بشار فلن يحصل عليه بالمحادثات. هذه المسرحية التي لا تنتهي، أولاند في الاتجاه الصحيح، تونس حكومة مستقلة وغير مسيسة. وختاما، الكرة مجددا في ملعب بري وجنبلاط. من لوريان لجور جولتنا مكفية على صحف اليوم، وبعناوين صحيفة الشرق، سليمان يلوح بالحكومة الحيادية إذا فشلت الثلاث تمانيت. عسيري، أين دار الفتوى ومن الذي أفسدها؟ الحريري يحذر السنة من الدعوات المشبوهة. الإبراهيمي، بعد بكير على النتائج. الفرنسية الأولى تهجر صديقها هولاند. عقدة عون أمام الحائط المسدود. ودايما بصحيفة الشرق، محكمة سعودية، التحريض على القتال في سوريا فتنة. برسمي وزير الطاقة. وختاما، ألين لحود وتألق لبناني في The Voice.
من صحيفة الشرق إلى صحيفة الشرق الأوسط، جنيف مفاوضات اليوم الثالث تخطو نحو تعقيدات الملف السياسي. دمشق تشدد الشروط بشأن إجلاء النساء والأطفال من حمص. المعارضة تقدم لائحة بأسماء 20,000 معتقل. منصور انتخابات الرئاسة أولا، الإفراج عن الدبلوماسيين المصريين المخطوفين وتسليمهم للداخلية الليبية. 21 وزيرا في الحكومة التونسية الجديدة، جمعة يحتفظ بوزير الداخلية السابق. إلى صحيفة الأخبار وبأبرز عناوين لليوم، سليمان وسلام مستعجلان. إقفال قضية رولا يعقوب على التباس قرار يقني بدلا من القرار الظني. أهالي رومية بين أهوان الشرين، ملعب غولف أو غابة من الباطون. وجولتنا على صحف اليوم بنختمها مع عناوين صحيفة الجمهورية. هيل نقل لبري تشجيعه تأليف حكومة جامعة يشارك فيها حزب الله، وغادر إلى الرياض لإجراء محادثات حول لبنان. تلويح بالحيادية لاستعجال التوافق. كواليس جنيف 2 وبدائل الفشل. منصور الانتخابات الرئاسية المصرية قبل التشريعية. صراع الصدارة في إسبانيا على حاله، وهذا خبر طبعا رياضي. أما الصورة اللي عم نشوفها هي لتحليل زيت الزيتون وحملة عنوان زيت زيتون أم سموم سرطانية. وختاما ومثل بداية كل أسبوع بيصدر مع صحيفة الجمهورية ملحق خاص بالسيارات. جولتنا على صحف اليوم بتكون وصلت على نهايتها. رح نتوقف هلا مع فاصل إعلاني ومن بعده جولة ثقافية. كونوا معنا.